عبلة كامل تعزي في الدكتوراه عبلة الكحلاوي، الله يرحمك يا غالية. 15 معلومة عن الراحلة الدكتوراه عبلة الكحلاوي والدها مداح وألقت دروسا بالكعبة. ياسمين الحصري ناعية عبلة الكحلاوي بعز نفسي والأم العربية في أختي وصديقتي. كنت أول مرة ثاها مبروك عطية عن تلقيه لخبر وفاة الدكتوراه عبلة الكحلاوي. أسامة الأزهري باكيا على الهواء حزني تضاعف برحيل عبلة الكحلاوي. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نصل بهذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب عبلة الكحلاوي ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع عبلة الكحلاوي. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. مبروك عطية عبلة الكحلاوي كانت معجونة في حب الله. قال الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية إنه شرف بمزاملة عبلة الكحلاوي وجمعتنا كلية الدراسات الإسلامية وزمالة العمادة، مضيفا أنه أدى فريضة الحج بصحبة الدكتورة عبلة الكحلاوي عام 2005. وأوضح الدكتور خلال مقابلة تلفزيونية إنه تلقى نبأ وفاة عبلة الكحلاوي بالحزن، مشيرا إلى أن عبلة الكحلاوي كانت معجونة في حب الله. وذكر أن عبلة الكحلاوي كانت زوجة لبطل من أبطال حرب أكتوبر، وكان لواء مهندسا واستشهد في المعركة، مضيفا أنها كانت منفتحة على الحياة بشكل كبير. وأشار الدكتور مبروك عطية إلى أن الدكتورة عبلة الكحلاوي آتاها الله صدقا كبيرا، مؤكدا أن الناس شعروا بتواضعها وصدقها. وشيعت الدكتورة عبلة الكحلاوي صباح الاثنين الماضي من مسجد الباقيات الصالحات بالمؤطم في طريقها لمثواها الأخير للدفن في مقابر العائلة بجوار والدها بالبساتين. وتبلغ الدكتورة عبلة الكحلاوي 72 عاما، وهي من مواليد 15 من ديسمبر 1948، وهي داعية إسلامية مصرية وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي ابنة الفنان محمد الكحلاوي. أسامة الأزهري يبكي حزنا على عبلة الكحلاوي ويكشف قصة رؤيتها للحسين. بكى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدينية على الهواء حزنا على الدكتورة عبلة الكحلاوي، مؤكدا أنها رأت سيدنا الحسين في المنام والسيدة نفيسة، وهي ارتقت جدا إلى درجة جعلتها في غاية النور، مشيرا إلى أنه كان يعتبرها معلمته، وأنها كانت لديها طاقة روحية ودخلت بيوت الملايين من خلال التلفزيون، وأدخلت مع صوتها السكينة للبيوت، وأن هذا الكلام ما يراد به إلا وجه الله وليس من ورائه الوصول إلى شهرة أو أموال، وهو من جوهر مواريث النبوة. وقال الدكتور أسامة الأزهري لقد طلبت من أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي أن أؤم صلاة الجنازة عليها، ولكن في الحقيقة ربما كانت الأسرة ما زالت مشغولة في ترتيبات الجنازة ولم أتلق ردا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية على إحدى المحطات التلفزيونية عندما ذهبت للجنازة فوجئت بأن أسرتها تقول إن الدكتورة عبلة الكحلاوي أوصت أن أؤم صلاة جنازتها وأن أدعو لها، فزاد ذلك من تأثري بوفاتها، مشيرا إلى أنه أن يتذكرك شخص قبل لقائه بربه وتكون من آخر الأشياء التي تكون بباله، هذا شيء كبير جدا. ياسمين الحصري ناعية عبلة الكحلاوي بعز نفسي والأمة العربية في أختي وصديقتي. نعت الشيخة ياسمين الحصري الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي قائلة بعز نفسي والأمة العربية في حبيبتي وأختي وصديقتي الدكتورة عبلة الكحلاوي، وقالت خلال مداخلة عبر التلفزيون أنها كانت تجمعها بها علاقة صداقة طويلة. وتابعت أذكر أول لقاء مع والدها كان بيحكي لي بموقف كل ما اتذكره أفوق، إنه كان له صديق عزيز مات فحزن عليه جدا، وقال له أحد الدراويش أن يحب الحي الذي لا يموت لأنه ده اللي هيبعت في قلبه الطمأنينة. وأضافت أن أسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي لديها علم غزير وأحاسيس وجدانية عالية، ذاكرة أنه لابد من معرفة أن الدنيا جسر وورقة امتحان وتسليمها في وقت يعلمه الله، لهذا لابد أن نكون مستعدين له في أي وقت.
يا عمر لا تذبح الأسراء الباز يكشف قصة رؤية عبلة الكحلاوي للنبي. روى الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة الدستور تفاصيل رؤية الدكتورة عبلة الكحلاوي للنبي وكيف أنقذت تلك الرؤية مستقبل عدد من الطلاب الذين كانوا على وشك التعرض للفصل في الجامعة. وقال الباز خلال بث على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء للدكتورة عبلة في المنام وقال لها قولي لعمر لا يذبح الأسرى، مشيرا إلى أنها لم فهم معنى الرؤية فاتصلت بالشيخ الشعراوي. وأضاف الباز قالت للشيخ الشعراوي لا أعرف من عمر ومن الأسرى، فسألها من أقرب عمر تعرفين، قالت له وتابع الباز، فذهبت لعمر هاشم رئيس الجامعة وقصت له الرؤية، فقال لها جيت في الوقت المناسب لأن اليوم سيعرض علي قرارات رفض طلبة كثيرين في الجامعة، فالرسول قالك يعني لن نفصلهم. وعن شخصية عبلة الكحلاوي قال الباز تشعر من حديثها برقة الإسلام، لم يرتبط اسمها بفتوى شاذة أو رأي صادم، وإنما دائما تتحدث عن الروحانيات، لم تكن داعية بالكلام وإنما نفذته على الأرض، وعملت مؤسسة الباقيات الصالحات خصصتها لعلاج مصابي الزهايمر. وختم الباز عبلة الكحلاوي نموذج للإسلام الحقيقي بدون صخب وإثارة، كما يمكن تلقيبها بأم الدعاء، فرأينا في جنازتها أسامة الأزهري والحبيب علي الجهري يتحدثان كيف كانت مثل أم لهما ويتحدثان عن نصائحها ووصاياها لهما. الباكية في عزاء عبلة الكحلاوي كانت معيشان في الجنة وعمرها ما هتتعوض. توفيت الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما مساء الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد. وأسست عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. لماذا لم يتم عمل أي عزاء للدكتورة عبلة الكحلاوي حتى الآن؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.